C'était trop bien, on est parti en famille, il n'y avait ni problème ni rien du tout. Enfin, l'organisation, elle était vraiment ouf. L'ambiance, c'était vraiment malade, il y avait des chansons et tout. Enfin, c'était trop bien. Et le Real a gagné, c'est ce qu'on voulait. Du coup, hala Madrid. مقابلة ممتازة, كانوا فيها بزاف ديال الأهداف, أهداف رائعة. بلا ما نهضروا على الأجواء, لأن الأجواء كانت خيالية جدا. المقابلة والله جميلة جدا. رغم خسارة الزعيم العالمي 5-3, لكن قدمنا مستوى مشرف من كبير آسيا, وحظ أوفر, ومبروك لمدريد. مقابلة اليوم كانت في المستوى, احنا عجبنا الحال بزاف. الفريق الملكي ريال مدريد والفريق الاهلي, تما كنت نتمنى لهم الفوز في الهلال, فاز كنا نتمنى لهم الفوز, ولكن ماشي مشكل. ذات ريال مدريد احنا ان شاء الله نتمنى المره الجايه ديال الهلال ان شاء الله. ديما مغرب, والمغرب كامله فيها الراجا من غير راجا. واحد الكلمه باش عجبني بها التنظيم ديال المغرب, القجع عطى ميساج واعر, وديما راجا لعبوا مزيان الدراري كامافينغا سيبويوس, قطعوا بزاف ديال الكواري, كلشي كان في المستوى, كلشي لعب مزيان. المهم هو شفناهم وفرحنا, المهم شفناهم هزوا الكاس, جاو حتى لعندنا شيرنا لهم كاميرا. واو فرحنا معاهم, ضربنا في الستيكي. مقابلة جميلة صراحة, وعشنا واحد الأجواء اللي هي رائعة, وشفنا جميع اللاعبين صراحة اللي هاد البلاد هادي. تنشكروا جميع اللاعبين تاع ريال مدريد, وديما كوكب, وتحيه لكوكب, وديما مراكش. صراحه المقابله كانت اجواء عالميه, وشفنا فريق عالمي وشفنا كل شيء, ولكن حاجه واحده اللي كانت خاصه المغرب, كنا نشجعوا فريق اسلامي على فريق اسباني. المقابله كانت زوينه بزاف, خصوصا الاجواء كانت واعره بزاف, وهنيئا الفريق ريال مدريد, ومبروك ريال, مبروك الهلال, وديديكاس كاع الرياضيين. غير نقول كلمه واحده, المقابله كانت مزيانه. راح نقول ريال مدريد راه نادي القرن, راه افضل نادي في كره القدم. صافي, شجعت بجوجهم. ورز الهلال, ورز الهلال, ورز يلا صافي. اسمع, المباراه اليوم كانت مباراه جميله جدا بين الهلال وبين ريال مدريد, مباراه قويه. ديما مدريد, هارد ديما مدريد, وهارد للهلال ان شاء الله. عاش المغرب, وان شاء الله ديما مغرب. وديما وقبل ما شاء الله, يعني انا استمتعنا بالمقابلة, رغم أن هناك فارق في المستوى طبعا على الفرق العربية أن تهتم, جيدا بالمستوى, يعني أن تبرز مستوى الشعوب الإسلامية والعربية. يعني كل شيء يأتي بالعمل, بالجد وبالاجتهاد. مقابلة في المستوى, وبعد هنيئا لريال مدريد بهذا التتويج العالمي. وحنا من مشجعين, انا مشجع شخصيا ديال ريال مدريد, ولكن كنت كنتمنى كان تتويج عربي صراحه, ما كرهتش كون خذته الهلال السعودي. وكنت كنتمنى, انا كنت كنتمنى انه تكون نهايه عربيه بين الاهلي والهلال. مقابله زوينه, مقابله زوينه, شفنا في مدريد شفنا الهلال, ولكن احسن كاس العالم داز هو داز فيه الراجا. كيناش الراجا ما كاين والو. زوينه, الريال ديما في المستوى, والريال ديما كتربح, ما عمرها خسرت شي ماتش. الا خسراتو كاع غير بليسيغ والاصابات. صافي, بالنسبه للدخول ديال بنزيما, راه قوي. بنزيما يشوف السبكه قدامه باق للتسعين. المغرب على التنظيم الممتاز, ما قصرتوا, تنظيم جميل, تنظيم جميل جدا. باستضافه بلدي المغرب لمونديال الانديه, مباراه وتنظيم كانوا رائعين في المستوى. استمتعنا بمباراه, استمتعنا بمقابله رائعه وباجواء تنظيميه رائعه. ولكن يعني اظن النتيجه فير, يعني 8 تجوان في الماتش كله, الريال سجل فرق هدفين وثلاث اهداف للهلال. يعني لا, ماتش حلو, وحلو للهلال وحلو للريال, اكسبكتد للهلال واكسبكتد للريال. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين, وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.